في اللي يقسم فيها من 6 ل 14 سنه مرحله الطفوله بعد 14 سنه. ومكتب النشاط الرياضي بالبلد يسموه على من حيث الموقف الدراسي شنو هو؟ شاطر مش شاطر، اخر واحد في الصف، قدراته العقليه الملاحظه عنده 5 سنين وينتهي وتسلط عليه في الضوء وهدايا اللي يرفع لك هدايا ممكن يدخلك كاس عالم كاس الثروه الحقيقيه لكل دوله هي شبابها. مدرب مؤهل للناشئين، لاعب فاقد بوه، فاقد يتيم، بيجي يتعامل مع اللاعب في الفريق الاول مش هو اللي يتعامل مع الناشئ، يعني يبي الناشئ اداره خاصه. في الطباع، في العادات، في التقاليد، اللاعب اللي في درجه اولى. اذا ملعب صانع العاب تستفيد منه، تستفيد منه. عقود من الزمن. مدراء فنيين المفروض وعنده مستشارين على مستوى عالي وعنده اكاديميين والمفروض انا نحكي بمواهبكم الفرديه في كرة القدم. الامر موجودة في نفس الوقت. بمواهب عديده. الدورات اللي تاخذها في المرحله السنيه هذه لو بيجيب مدرب ثاني